نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على كل وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قدر أنه يحقق ملايين المشاهدات ويتم إعادة نشره مئات الآلاف من المرات. الغريب في الموضوع أن الفيديو مش خاص بأي لاعب سواء كان سابق أو حالي في النادي الأهلي، ولكنه كان لمشجع أهلاوي في الخمسينات من عمره وهو واقف قدام مقر بعثة النادي الأهلي في كينيا وعمال بيغني بأغاني الألتراس الأهلاوي. ومن المعروف ان الاهلي قدر انه يحقق فوز كبير في مباراه الذهاب على نادي جورمهايا الكيني بنتيجه 3-0 في بدايه مشواره للدفاع عن اللقب الافريقي، ومباراه العوده هتتلعب في القاهره باذن الله يوم السبت اللي جاي. كل العالم عارفين مين احنا، عارفه الاصرار والاستقلال، مهما كان المشوار في محنه دايما ورا الجماهير سندك، وفي كل مكان هن